الأعلى للحسابات بالمغرب الأحزاب بتبرير نفقاتها، خصوصا النفقات المتعلقة بالدعم الحكومي الذي تلقته خلال السنة الماضية بما يشمل الانتخابات الأخيرة. ودعا النشطاء إلى تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة وإجبار الأحزاب على الالتزام بالشفافية في حساباتها. بعد مرور نحو 3 أشهر على تنظيم الانتخابات في 8 سبتمبر الماضي، يطالب المجلس الأعلى للحسابات وهو مؤسسة دستورية الأحزاب المغربية بإرجاع الأموال المتبقية من الدعم الذي تلقته خلال الحملة الانتخابية وتبرير مصروفاتها من المال العام. وذكر تقرير حديث للمجلس أنه من أصل 34 حزبا تلقت الدعم الحكومي عام 2021، أودع 30 حزبا فقط حساباتهم السنوية لدى المجلس، وهي حسابات شابتها بحسب المجلس خروق جوهرية. الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقوم بتوجيه إنذار إلى المسؤول الوطني للحزب مطالبا إياه بضرورة استرجاع المبالغ المالية للدولة. ويستند الدعم الحكومي المقدم للأحزاب بحسب القانون إلى حجم الحزب وتأثيره وعدد مقاعده بالبرلمان، وهي المعايير التي انتقدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة وزجر الأحزاب المخالفة. ينبغي أن تعطى له يعني مسار آخر ينتهي بها إلى أن يكون بين أيدي القضاء، ومن كانت له يعني إخلالات مالية في هذا الجانب ينبغي أن يؤدي ثمن إخلالته. تشير المعطيات أيضا إلى أن 8 أحزاب من أصل 30 تولت إجراء حساباتها بنفسها خلافا للقوانين المعمول بها، ما يدفع المجلس بحسب خبراء إلى التدقيق أيضا فيما تتلقاه الأحزاب من أموال خارج هذا الدعم. هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا بشأن صرف الأحزاب لأموال الدعم الحكومي، لكن يبدو أن تقرير هذا العام ينحو باتجاه تكريس مزيد من الرقابة على أشكال صرف المال العام في أفق تفعيل المحاسبة. عبد الصمد الجطيوي، العربي، الرباط. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من مراكش محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. أهلا بك سيد محمد. إذن المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب يطالب الأحزاب بتبرير نفقاتها. السؤال المطروح بأنه أليس من المفروض أن تكون آلية المحاسبة دورية ومعروفة وواضحة بالأساس؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أبدأ من حيث انتهى مراسلكم، بحيث أن المجلس الأعلى للحسابات قد أبى على إصدار تقارير تتعلق بتدبير الأحزاب السياسية للمال العام وأوجه صرف هذه الأموال. وهذه التقارير من عادة المجلس الأعلى للحسابات أن يصدر مثل هذه التقارير، لكن الملاحظ ليس الهدف في تقديري وفي تقديرنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ليس هو مجرد فقط إصدار تقارير، بل الأمر يتعدى ذلك إلى محاولة محاسبة كل المخلين بأوجه صرف المال العام. ذلك أن بعض الأحزاب السياسية لا تتوفر على كل المستندات والوثائق المبررة لأوجه صرف المال العام. لذلك المجلس الأعلى للحسابات سجل العديد من الاختلالات والملاحظات المتعلقة بأوجه صرف المال العام من طرف الأحزاب السياسية. وفي تقديرنا فإن الأمر لا يجب أن يقتصر عند إصدار تقرير مثل الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، بل لا بد من أن يعرف هذا التقرير طريقه إلى المحاسبة في إطار شفافية تدبير المال العام، وفي إطار أيضا تطبيق القواعد القانونية على الجميع دون طيب، ولكن استثناء. المجلس الآن يطالب الأحزاب بتبرير هذه النفقات، ويتم الحديث عن أنه يجب أن تكون الكشوف شفافة وواضحة، وكما أشرت إلى نهاية ما انتهى إليه مراسلنا أيضا أشير إلى نفس النقطة والتي قال فيها
بأنه صحيح يعني هي ليست المرة الأولى التي يتم إصدار فيها هذه التقارير، ولكن المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن المحاسبة بشكل يعني واضح. لماذا؟ ما الذي اختلف؟ نعم، هو نتمنى كذلك، نتمنى كذلك. ليست المرة الأولى التي تصدر فيها التقارير، وليست المرة الأولى التي تم الحديث فيها عن ضرورة المحاسبة، لأن في تقديرنا أن التقارير لا تصدر إلا لتكون أرضية وآلية للمحاسبة، وبالتالي لا داعي لوصف هذه التقارير أو إصباغها بأنه يجب أن تكون طريقا للمحاسبة. فالأرضية أو هذا التقرير يشكل أرضية وآلية يجب تفعيلها من أجل محاسبة. نعم طيب سيد، بحيث أن بعض الأحزاب تلجأ إلى التحايل على القانون باستعمال بعض المستندات غير الصحيحة، باستعمال بعض الوثائق التي تحوم حولها شبهات، وبالتالي فإن ضبط مالية الأحزاب وأوجه صرفها، خاصة أنه في الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لنا أن وضعنا شكاية تتعلق باستعمال المال في الانتخابات، بحيث أنه العديد من الأحزاب أو بعض مسؤولي هذه الأحزاب اتهم المنافسين باستعمال الأموال بشكل كبير أثناء مرحلة الانتخابات التي أجريت يوم 16 تنبير. وبالتالي نعتقد أن هذه الشكاية وأن هذه التصريحات هؤلاء المسؤولين يجب من الناحية القضائية أيضا أن تكون طريقا وأرضية ومقدمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه. نعم سيد محمد، أنتم في الجمعية المغربية لحماية المال العام انتقدتم أساسا المعايير التي يتم على أساسها إعطاء هذا المال الحكومي للأحزاب، وبالتالي ألا يجب إصلاح يعني للأساس حتى نصل إلى قضية المحاسبة لتكون بشكل شفاف أيضا؟ نعم، شجلنا على أن مسألة الدعم العمومي يجب أن تراجع على المعايير التي على أساسها يتم منح الدعم العمومي للأحزاب السياسية، بحيث أنه يتم التمييز بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة، ليس على أرضية مشاريع وأرضية برامج، ولكن على أرضية عدد المقاعد، وهذا في تقديري غير 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 صحيح، بحيث أنه لابد من إعادة النظر في طريقة توزيع هذا الدعم، وأن يخضع لمعايير موضوعية، وأن يخضع أيضا لمبدأ المساواة بين هذه الأحزاب السياسية، ذلك أن تفضيل أحزاب على أخرى من شأنها أن يخلق التفاوت وأن يشجع على عدم المساواة بين الأحزاب السياسية، وبالتالي لا يفتح مجالا أكبر للمنافسة، بحيث أن بعض الأحزاب تتوفر على إمكانية مادية مهمة ولكن مشاريعها المجتمعية ضعيفة جدا ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع، في حين أن هناك أحزاب لها مشاريع مجتمعية ولها أفكار ولها تصورات ولها مقترحات، لكن تظل محرومة من كل الإمكانيات والوسائل الكفيلة بأن تدفع بها نحو الأمام في إطار المنافسة بين مختلف التيارات والأحزاب السياسية، وأيضا في إطار شفافية الدعم العمومي. شكرا لك، كنت معنا عبر تطبيق زوم من مراكش محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.